معادن الفضل وأنوار الحياة، في كتاب الله أقصى منتهى، أنبياء عظمت أخلاقهم وصداها ملأ الكون ثنا. فحياء وعفاف ورضا بقضاء الله جل في علا، سير تملأ آفاق السماء، ولها في كل فج ما نرى، ولها في كل فج ما نرى. صلوات وسلام بعدها تملأ الكون وتعلو في ذرى، صلوات وسلام بعدها تملأ الكون وتعلو في ذرى، على خطى الأنبياء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله ورحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، من دلائل وعلامات صلاح السريرة وطيب النفس وصلاح الباطن قبول النصيحة، لأن من الناس من يقبل النصيحة ويستمع إلى نصيحة الناصحين، ولا ينظر إلى الناصح إلا أنه محسن أراد له الخير، ومن الناس من يتحسس جدا من النصيحة ويتضايق ولا يقبلها. الذي يقبل علامة صلاح الباطن صلاح السريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أنا عشان أحب لغيري الخير لازم أنصح، إذا شفت خطأ، إذا شفت ترك الأولى، إذا شفت إنسان اختار الأدنى وفيما هو أعلى. ليس بالضرورة أن تكون النصيحة مقابل الحرام والإثم والجريمة، قد تكون النصيحة لأن هذا الإنسان اختار ما هو أدنى وترك ما هو أعلى، اجتهد، رأى أن هذا أفضل وغيره أفضل منه فينصح على هذا. فالإنسان الذي فيه صلاح يتمنى لنفسه الخير ويتمنى للآخرين الخير، ولذلك ينصح. والمنصوح لأنه لا يرى من الناصح إلا أنه أراد له خيرا، ولذلك انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. سماها هدية، سمى نصيحة الناصح هدية، يعني ودعا الله عز وجل له: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. شوف، إذا سلم الداخل وسلم القلب وسلمت السريرة من الأحقاد والتحسس والحسد والكراهية والشك، والله يقبل الإنسان نصيحة الناصحين. شوف إبليس، لأنه يعلم أن الناس تقبل نصيحة الناصح ويحبون الناصحين أهل القلوب السوية والفطر السليمة، غر وخدع آدم عليه السلام بأن غره أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها بالنصيحة. قال الله عز وجل: وقاسمهما، أيقسم إني لكما لمن الناصحين. آدم عليه السلام لم يكن يتخيل أن يوجد مخلوق يقسم بالله كذب، وقدم إغراءهم بأكلهم من الشجرة بقالب النصيحة، لعلمه أن النفوس السوية تقبل النصيحة. ولذلك انظر، الأنبياء والرسل ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن حبهم للنصيحة. هذا نوح عليه السلام يقول: وأنصح لكم. هذا هود يقول: وأنا لكم ناصح أمين. فالأنبياء مما توارثوا وتتابعوا عليه النصيحة للآخرين.
ولذلك جرير بن عبد الله البجلي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الإسلام، على الإسلام. قال جرير: فاشترط علي والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم شرط عليه، وهو جاء يبايع على الإسلام، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتراطات أن تنصح لكل أحد. فلذلك لازم النفوس تقبل النصائح، والله عز وجل يعلي شأن الناصحين، صاحب القلب الفطرة السليمة اللي يحب ينصح غيره، إذا شاف غيره زل عن الطريق ولا اختار طريق آخر انحرف فيه عن الهداية، ولا سواء في دين أو دنيا ينصح ويبادل النصيحة. شوف القرآن، قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، إني لك من الناصحين. الله ذكر هذا، له نبي، له رسول، لا، الله ذكر ضمن هذه القصة نصيحة هذا الناصح اللي جاي متعني من أقصى المدينة عشان ينصح موسى عليه السلام. وقال الله عز وجل في سورة أخرى، في سورة أوائل سورة ياسين، قال الله عز وجل: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أرسل الله لهذه القرية ثلاث رسل، وغير الثلاث رسل قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. الله عز وجل ذكر نصيحة الناصح اللي جاي متعني يبي ينصح، وهو له نبي ولا رسول ولا يوحى إليه، ذكره الله عز وجل في نفس معرض ذكره لثلاثة رسل، للدلالة على أهمية النصيحة، وأن الله عز وجل يعلي شأن الناصحين الناصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق الأخوة، قال: وإذا استنصحك فانصح له. هذا يتأكد عليك النصيحة، ويتأكد عليك كلمة الحق لو طلب منك النصيحة. وطلب النصيحة من الغير دلالة على طيب النفس، والله يعني لا يقدم إنسان أن يطلب من آخر أن ينصحه في أي مجال، قال: والله أبي رأيك، أبي شورك، شو تشور علي، شنو تنصحني فيه، هذا يدل على سلامة قصدي وسلامة نيتي وحسن الصحبة بينه وبين من طلب منه النصيحة. فاحرص على أن تكون ناصح، واحرص على أن تتقبل النصيحة. صلوات وسلام.